في ناس يلقوا لهم مبررات بايخة. هذا رجل يقول أنا سافرت لندن 1400 2018 وخدت لي فندق على النهر التامز معي زوجتي وبناتي اللي هو شهر سياحة. يقول لفت نظري وجود رجل كبير في السن ولكن هندامة مو بهندام هالكبر يعني اللبس اللي مختاره أكيد شبابي وهو كبير عمره فوق 75 سنة. يقول أشوفه رايح جاي يقول عرفت له زوجة لأن إيش إذا جينا نفطر في الفندق الصبح تجي قبل الناس كلها وتختار على دريشة على البحر على النهر التايمز وتختار الأكل بعناية له إذا أخذنا نص ساعة له جاي هالشاي وقعد معها. المرأة ما شاء الله تبارك الله فيها ظفارة. يقول حنا أنا قعدت اليوم الأول أنا ماخذ شهر في الفندق هذا يوم تقول لهم جاء بعد 10 أيام وانزل في كافي ويجي الشاب يقعد عندي. قال بيجيك أحد يا ولدي؟ قلت لا والله ما هو جاي. قلت لي قال اللي معك أهلك؟ هو طبعا يبي مدخل يسولف معي هو عارف إنه مالي وعيالي. قلت إيه والله. قال أنت إيش جايبك؟ قلت والله أنا جاي عندي إجازة شهر وبي يعني سياحة أنا وعيالي. وأنت؟ قال والله أنا لي قصة. يقول الشايب هذا قال وش قصتك؟ قال أنا من تجار الرياض الكبار وعندي خير عظيم وبنيت لزوجتي استراحة في ديرتها ديرة أهلها وأهلي يعني. يقول صارت دائما تروح لها الاستراحة وتخليني. يا بنت الحلال قعدي يا بنت الحلال. يقول حتى في 15 رمضان الماضي هذا لأنه مضاف في ذو الحجة خذت عيالها وراحت عند هالاستراحة وأمها وخواتها عندها وأنا قعدت لحالي أم أفطر عند أخوي ولا الخدامة تسوي الفطور. يقول يوم جاء يوم العيد وأعيد في الرياض ثاني العيد وأجيهم في الاستراحة قلت بعيد معهم. يقول يوم جيت للصبح تخبر صبح العيد الناس تنام. يقول يوم جيت للاستراحة وسخة وأنا شاري لي موتر جديد. يقول يوم جيت ولا والله حالتي حالة ما في أحد استقبلني ولا بنت الكبيرة توها صاحية وأسلم عليها وين أمت؟ قالت أمي نايمة. يقول يوم دخلت عليها ولا الله يعافينا وياكم مكان ما يسر. قلت الحين انا هالملايين وهالفلوس وفي الاخير هذا استقبالهم لي. يقول لي خويني في الجوف ابي منهم 120,000 ريال وكان مره يتصل علي بحول لك المبلغ. قلت لا تحول المبلغ انا بجي اخذه. والله زانتني الفكره واحط مصروف العيال عند بنتي الكبيره واركب سيارتي واروح للجوف. يقول يوم جيت الجوف توني بدخل عدا تراني اتصلت عليه وقلت جهز الغداء توني على مدخل الجوف عند محطة بنزين. يقول يطلع لي هاك الشايب ولده واصدمه موتري مرسيدس آخر موديل. يقول الموتر تأثر شوي وجوالي طاح مدري وين راح. الوليد اللي مع الشايب جات طقه في راسه وابتلشت. خذنا الولد في سيارة الإسعاف ورحنا وديناه المستشفى. معزبي قام يتصل علي وجوالي مو معي ويدقدق خاف علي. قام يدور في الجوف بداخل الجوف مع القصيم مع الرياض. يقول يوم جاءوا السيارة مصدومة سأل قالوا في المستشفى. جاني ولقاني مع سلامات. قلت والله هذا ما صار وصار. أثر الولد إصابته بسيطة. أنا حملت سيارتي وديتها للرياض وركبت وجينا البيت. يقول يوم جينا البيت على الساعة 2:30 3 العصر ولا والله أنا جايع ومضايق. يقول وأصلي الظهر والعصر وريح. يقول يوم خذوا مدري هاك السفرة اللي ما عندك أحسن منها فيها 10 أنواع. يقول ما ادري شاكل. قلت يا ولد انت جايبها من مطعم ولا من المسوي لك؟ قال لا والله بنتي الكبيره فلان انا خابر عنده بنت ومتزوجه. قلت شابها عندك؟ قال والله تطلقت قبل 6 أشهر وانت انك تبيها تراها تعرض نفسها. قال انت تقوله؟ قال لي قال اجل اخذ موافقتها منها ما اخذها منك. حلو عطني اكلمها. ويدق على بنته وجانا جالس ناكل. السلام عليكم. السلام فلان ترى على قوت القال بيتقدم لك يبي يكلمك. قالت اعطني اياها يا ابوي. قال انا كبر بوت وبوت عرضت علي وانا ناوي نتزوج. انت موافقه تراني كبر بوت او اصغر شوي؟ قالت والله ابوي مو مختارني لا طيب الرجاجيل جربنا الشباب ولا انفعوا. صح انت انا موافقه وعقل بعد إيه عقل. يقول ما اذن المغرب الا انا على قوت القايل ملك عليها على طول على طول نفس اليوم. حلو حلو. قلت الحين انا بروح للرياض وهي تجيني في الرياض انا ماني بداخل عليها. يقولوا لا والله يوم اخذت لي 10 أيام انا عاد بيني وبينها اتصال. قلت انت وين تبي شهر العسل؟ قالت بريطانيا لندن الفندق اللي احنا فيه. يا سلام. يقول وهي تجيني واستقبلها في مطار الملك خالد جايت مع اخوها ونفس رحلتها اللي جت قعدنا ساعه ودخلنا على هذا وجينا لندن. الحين لنا اسرع لنا 7 أيام و8 أيام والله انا وضاري بمدد شهرين. يقعد شهرين وهي اسمع
وهي الحين تعرف اللغة الإنجليزية وقاعدة تتعلم اللغة الفرنسية عن بعد. حلو. وبمسكها كل شركاتي وأعمالي. يقول الشايب. ما شاء الله. وتركت عني أم كراث. لا لا. أنا أنا أقول يعني هذه القصة انتهت عند صاحبها. صح. ترى القصة موجودة في إحدى مراكز التواصل والاسم اللي ذكرها أسامي موجود، أنا ما جبت الأسامي. أنا أقول الله يقول سبحانه ولا تنسوا المعروف بينكم. ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني جيت على موقف معين ولا على مرة يعني معك 30 أو 40 سنة وتخذ المفروض إنك تقول أسباب كافية إنك تتزوج على زوجتك. صح. مو بيوم جيت ولقيتها نايمة وعازمة أهلها هذا السبب ولا تهيئ لك الأسباب. أنا أقصد يا أخوان الواحد لا يفكر في الزواج ويضع أسباب من عقل، خلاص انتهت مدة المرة هذه أبى أتزوج عليها. طبعا أنا مو ضد التعدد ولا غيره، لكن يجب أن يكون عندك أسباب مقنعة وتحفظ فيها معروف هالمرة اللي قدامك. أسأل الله العلي العظيم ينفع بهالقصة وجزاكم الله عني كل خير. ما أبي أطول، أقول الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. يعني بعد هي تبي تروح استراحة، تبي تستانس عندها لا تستانس مع أخواتها، ما في مانع تزوج.